ماشي احمد، نكمل. أبدأ دكتور اتفضل. دكتورة شيرين. طيب a 31 years old develop with painful purple lesion on her chin. Painful purple lesion. Which one of the following indication is most likely to be responsible? El دورة cause contraceptive الاستريمونيدوزم الاستريمونيدوزم ورا الكونتراسيبتيف بيل. صحيح. قلنا البريجنانسي والأورال كونتراسيبتيف بيلز الاتنين اللي هم علاقة ببعض يعني. Overview: inflammation of the subcutaneous fat typically cause tender erythematous medullary lesion. Usually occur over it may also occur elsewhere. ممكن تيجي في الفورارم أو الصايب. Usually resolve within 6 weeks. Lesion heal without scarring. محتاجش علاج يعني ولا إيه؟ هي بت بت بتريزولف بتهيألي في شهرين without scarring، بس هل بتحتاج علاج ولا لا؟ مش عارف. طيب الفكرة اللي هي related للكوز يعني لو الكوز زي sarcoidosis مثلا 30 الحالات بتريسبوند بتريزولف سبونتينوسلي يعني من غير اندرلاين آه لو اللي كانت مع الروماتيك فيفر كان اسمها ايه؟ هي برضو ولا حاجة تانية؟ كده تعتبر فايلوت. لا هو دي كان بيقول قديمة بيربل. اه هي دي اللي بقول لك لخبطت. اللي كانت مع الروماتيك فيفر كان اسمها ايه اللي هي مارجنيتم. الاستريما مارجنيتم مارجنيتم. مارجنيتم يا احمد، نفس السؤال خطر على بالي برضو. بس المارجنيتم بتبقى راش واخدة الباك واخدة الباك وفي الترونك يعني تيجي في الشيست تقريبا، ودي فرانك حقيقة بالظبط. اه تمام. الكوزس يا انفكشن يا سيستميك ديزيز، بين قوسين كده انفلاميشن يعني. الانفكشن بستريبتوكوكاي او تي بي او بروسيلا. حاجات سيستميك زي الساركويدوزيس او الانفلاماتوري باول ديزيز او البهسيت. ماليجنسي او ليمفوما. دراجز زي البنسلينات السلفوناميد كومبايند اورال كونتراسيبتيف والبريجنانسي. يعني الاي بي دي برضه انفلاماتوري باول ديزيز ممكن يجي معاها ريسيمينودوزم او البيوديرما جانجلنوز. أول ما قال بيربل أنا قلت هيقول بيوديرما جانجرينوزا، اللي بيبقى معاها فيرجن. بس هي دي الريثيما يعني، يعني أحمر نيدوزم يعني فيها نديول، صح كده؟ ديول بس هي الدرجة دي عاملة زي باد الحرارة بتاعتها مع يعني تقريبا يعني إيه، قريبة من البيربل يعني شوية كده. ماشي، معاك. هي لا سيمتريكال. هو شكلها مش ندوزة خالص، لا دي مش ندوزة خالص صح؟ بتبقى تندر فرشة كده على بينفول. بتقول ايه يا احمد؟ ماشي. بقول يعني ندوزة المفروض تبقى حاجة محببة كده أو لوكالايزد يعني، إنما دي ديفيوز خالص وفرشة على الرجل يعني. هي عشان بس ان هي هي فلات سبكوتينيوس ليجن فات هي عشان المكان، بس عشان المكان. بس انت لو بصيت مثلا في ايده هنا هتلاقيها الفيتد شويه، بس عشان المكان ده يمكن مش واضح. هي صح في فات زي ما قالت الدكتور تيسير، صح؟ يعني هي برضو ممكن تتلخبط مع حاجة زي السيلولايتس أو حاجة لأنها شبهها هو برضو قالوا يعني. انا شفت الديفينيشن بتاع النديول ان هو اني لامب اندر ذا سكين اكتر من مش عارف من 1 سنتي عشان كده اسمها ندوز. بتبقى ايه يا دكتور شو دكتورة تيسير كنت بتقولي حاجة؟ برضه دكتورة شيرين بتقول ايه النت بيقطع عندي ايه بتقول ايه الديفينيشن بتاعه ايه
lump under the skin على الأقل 1 سنتيمتر in size، فهو ده ماشي معاه. تمام. طيب 62 years old female is referred to dermatology due to lesion over her chin. It initially started a small red papule which later become a deep red necrotic ulcer with a violaceous border. What is the likely diagnosis? Papule alabid ulcer. دكتور حسن هي دي اللي انا بقول لك بتبقى فيلشس، بس ان هي جامعة ده يعني ده ما يجيش اجي معاي بدي خالص. تقول ايه؟ كانت ايه؟ يعني الموضوع اكتر مع الالسر في كوليتس واي بي دي، الايدج الكبير ده ما يجيش مع لا ليه اسباب ثانيه يعني. لا 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 ليه اسباب ثانيه تلاقيها موجوده تحت غير الانفلامات في الباول اجيبها دي. لك. ممكن ايديوباثيك 50% الانفلامات الباول دي اللي هم الكونكتيف تيشو ديس اوردر برضه، مايلو بلوفريت ديس اوردر، كذا حاجه. صح. طيب بنقرا الموضوع على بعضه بتاع الشين ده. Skin lesions, the differential diagnosis of chin lesions include the following condition. تكاد من شوية اكسيما نودوزا أو البريتيبيال اكسيديما اللي هم الهايبوثيروديزم أو بيوديرما جانجرينوزا اللي هي بيوت الصريع أو النيكرو بايوز دايبوديكا دايابيتيك معين دايابيتس. Below are the characteristic features. الإريسيما نودوزا symmetrical إريسيمتاس تندر نوديولز which heal without scarring. Tender و symmetrical. Most common causes are infection like streptococcus infection أو inflammatory زي السركويدوزيس أو inflammatory bowel disease أو بعض الدراجز زي البنسلين والسلفوناميد والأورال كونتراسيبتي بيل. البريتيبيا الإكسديما تبقى برضو سيمتريكال. والبريجنانسي. صح. البريتيبيا الإكسديما بتبقى برضو سيمتريكال وإريسيمتاس ليجن سين إن جريفز ديزيز. هايبر ثايروديز مش هايبر. شاني اورانج بيل سكين. البيوديرما جانجرينوزا انيشيالي سمول ريد بابيول ليتر تحصل لها السريت دي نيكروتيك السر ويز فيوليشس بوردر. از هايبر ايديوباثيك هاشيموتو هايبر صح ولا انا قلبتهم ليه؟ الجريفز ديزيز كان ثاير توكسيكوزيس ولا هايبو ثايروديزم؟ لا هايبو هايبو ولا هايبر؟ ثاير توكسيكوزيس ثاير توكسيكوزيس هايبر. الهاشيموتو؟ لا جريفز هو هايبر بس بيحصل جريفز. لا هو جريفز مينلي اللي هو اوتو اميون اجينست اوتو اميون انتي بودي بتشتغل على الريسبتور بتاع السيروت فبتزود لنا السنسز بتاع بتزودنا البريكسيدوز انزايم ده مش عارف بالظبط. بس هو هايبر ولا هايبو بس معاها مكسيدين هي الجريفز. لا حاجات مش معاه مكسيدين يا دكتور حسن ده سيروتوكسيكوزيس اساسا، ولكن مع التريتمنت في 5% من العيانين بيبقى بيقلب مكسيديما بس ده كادروجينيك، انما هو مش مكسيديما. تمام. مش من انا كنت فاكر ان الجريفز ده كان في حاجات معينه في الاوفثالمو اللي هي اللي اسمها ايه الجريفز الاوفثالموجرافي اللي هو الاوفثالموس والبريتيميا بريتيديما والمفروض الجلاند نفسها بتبقى سوولن وبيبقى فيها بروي ماشي ده برضو كاركترستيك ليها. بس وبقيت الحاجات بتاع السيركوزز الثانيه بس اللي هو الكاركترستيك الاي والبريتيبيال ميكسيديما الاثنين دول. بس البريتيبيال ميكسيديما مش من العلاج مش من الديزيز نفسه. لا من الديزيز الميكسيديما الميكسيديما لوحدها الميكسيديما دي اللي هي بتاع الهايبوثايروديزم دي حاجه ثانيه. ليه سيفير هايبوثايروديزم
انا لا فاكر ان هو دي كانت بيكون حاجه غريبه بيبص شويه في حتى الجريفز. ما هي العكس، العكس بقى ما هي تخدع. انت تفتكر بتبقى مكسديما دي عشان اسمها مكسديما ان هي تبع الهايبو، بس هي العكس. السكيمستيشن بتاعت الهايبوثايروديزم بتبقى اللي هو الكاروتين بيجمنتيشن، السكين بيبقى شكله كده يعني لون الكاروتين. مصفر عشان الميتابوليزم اوف فيتامين اي، والكاروتين بيبقى قليل فبالتالي بيكريسبي السكن، صحيح. بيبقى الهير فوليكل بتبقى ضعيفة والهير نفسه بس، وبيبقى دراي وكده يعني. والكاركترستس الجريفز اللي هو thin البروبتوزس، hair، انما التانية بيبقى thick وقليل في الهايب. بالظبط تمام. الهايبر الكاركترستيك برضو اللي هو البروبتوزس عشان الميكوبلوك ساكرايد بريسبتيشن بيهايند الاي يعني، فده كاركترستيك. يبقى درجة أعلى من اكسس سامس. هو نفس الميكانيزم اللي بيعملنا بريتيبيال ميكزيميت دي، ما تحت هو الميكوبلوك ساكرايد هو اللي بيعمل لنا فوق في الاي يعني، هو نفس الميكانيزم. هو بي اه بي بيكتر اللي بيهاجم تقريبا الريترو اوربيتال او في فات، ده اللي بيزق العين لقدام تقريبا، نفس الميكانيزم. لا بيعمل ريسبتيشن لحاجه اسمها ميكوبوليسكرايد، ليها ميكانيزم كده مش عارفه اوتو اميون وقصص كده يعني، ما توجعش دماغك بيها، بتبقى في بيهايند الاي، فعشان كده بتزق الاي بتعمل لها فركتوز. تمام. الله ينور، كويس. طيب نكمل يا شباب. الميوديرما جانجرينوزم بتبقى قلنا زي ما قلنا بابيول وبتالسريت وبيبقى لها بوردر فيوليشس بوردر 50% ايدوباسيك، وبتتشاف تاني في الانفلاماتوري باول ديزيز والكونكتيف تيشو ديزيز والمايلو بروفراتيف ديس اوردرز. النكروبايوزيس لايبوديك يا دايابيتيك كورم تبقى تشايني بينلس اريا اوف يلو ريد سكين تيبيكالي اون ذا تشين اوف دايابيتس بيشنت often associated with telangiectasia. طيب ناخد سؤال ثاني. 17 years old male is reviewed 6 weeks after starting an oral antibiotic for acne vulgaris. He stopped taking the drug 2 weeks ago due to perceived alteration in his skin color and denies being exposed to strong sunlight for the past 6 months. On examination, he has realized increased skin pigmentation, including around the buttock. Which one of the following antibiotic was he likely to be taking? Had antibiotic حصل له ايه؟ هايبر بيجمنتيشن يعني؟ جنرايز سكين بيجمنتيشن اراوند ذا باتوك منو سايكل منو سايكلين هو اللي بيعمل دي يعني لو هو بيعمل هايبر بيجمنتيشن. صحيح، المينو سايكلين كان كوز الريفرسبل سكين بيجمنتيشن and is now considered a second line drug acne. In acne, photosensitivity secondary to tetracycline, doxycycline is less likely given the generalized distribution of the pigmentation and the failure to improve following drug withdrawal. اللي بيحصل لها failure to improve اللي هي الدوكسي سايكلين وتتر سايكلين اللي هو الفوتو سنسيتيفيتي يعني هايبر بيجمنتيشن حصل هايبر بيجمنتيشن الريفرسبل لما يوقف العلاج ما بتروحش بتاع المينو سايكلين الريفرسبل. اشرف ايوه الريفرسبل مؤقت رابع كلمه الريفرسبل سكين بيجمنتيشن. طيب والفوتو سنسيتيفيتي بتبقى ريفرسبل بتاعت التترا سايكلين والدوكسا الدوكسا لا مش عارف.
ايوه الريفرسبل سكن بيجمنتيشن. تمام. طيب ماشي، اقرا الاكني. سوري انا ساعات ماشي. الاكني فالجاريز مانجمنت. اكني فالجاريز از ا كومن سكين ديس اوردر ويتش يوجوالي اوكير ان ادولسنس تيبيكالي افكت ذا فيس نيك اور ترانك اند از كاركترايزد باي ذا اوبستراكشن اوف ذا بايلو سيبيشس فوليكلز ويز كيراتين بلاج which result in comedone inflammation and pustule. The acne may be classified into mild, moderate, severe. The mild بتبقى open and closed comedone with or without sparse inflammatory lesion. The moderate acne بتبقى widespread non-inflammatory lesions and numerous babule and pustule. يبقى المايلد فيها comedones، المودريت فيها بابيول وبستيول. السيفير اكني بقى بتبقى اكستنسيف انفلاماتوري ليجن ويتش مي انكلود نوديول بيتنج اند سكارينج. نوديولار دي اللي بتبقى سيفير. بتبقى سكارينج وبيتنج، حتت نازله وحتت طالعه كده. A simple step up management scheme often used in the treatment of acne is as follows. Single topical therapy. Topical retinoid. ايه السايد افكت بتاع الريتينويد؟ بنزويد اوكسايد، توبيكال كومباينيشن ثيرابي، توبيكال انتيبيوتيك بنزايل بيروكسايد، توبيكال ريتينويد، اورال انتيبيوتيك زي تيتراسايكلين، لايمي سايكلين، اوكسي تيتراسايكلين، دوكسي سايكلين. Tetracycline should be avoided in pregnant or breastfed women and in children younger than 12 years of age. Erythromycin may be used in pregnancy. Minocycline is considered less appropriate due to the possibility of reversible pigmentation. Single oral antibiotic for acne vulgaris should be used for a maximum of 3 months. Topical retinoid, if not contraindicated, or benzoyl peroxide should always be co-prescribed with oral antibiotic to reduce the risk of antibiotic resistance developing. Topical and oral antibiotics shouldn't be used in combination. A gram-negative folliculitis may occur as a complication of long-term antibiotic use. High use oral trimethoprim is effective if this occurs. بالنسبة للcombined oral contraceptives are an alternative to oral antibiotic in women. As with antibiotics, they should be used in combination with topical agent. Diet alcohol is sometimes used as it has anti-androgenic properties. However, it has increased the risk of thromboembolism compared to contraceptive pills. Therefore, it should generally be used as second line. Only be given for 3 months, and women should be appropriately counseled about the risk. Oral isotretinoin only under specialist supervision. Pregnancy is a contraindication. ده الروكيتان شباب. ده الروكيتان ده الاورال ايزو ده فظيع ده، بس كويس على فكره. بس ما انت شيك على الكلى قبل ما تستخدمه، وكل شهر تستخدم تعمل تشيك على الكلى، وبتستخدم لازم تستخدم مرطبات وجلد وكده. بس انا شفته على ناس فعلا بيصفوا وشهم جامد، بس على فكره بيأثر على الشعر في الاخر يعني فورا. الريتينويد برضه له سايد افكت المفروض نعرفها برضه كتير. طيب there is no rule for dietary modification patient exactly.
الكوكس ده بيستخدموه حتى لو كان، بس بيستخدموه هنا ايه في للستات بس صح؟ اوكي انتي انتي امبروجينيك عشان يقلل برضو الاندروجين. الناس اللي بيبقى عندها البوليسيستيك اوفري سيندروم ساعات بيبقى معاهم اكني برضو، ممكن ينفعهم برضو العمل دي. ايه القصة في الاندروجين؟ طب يبقى احنا بنبدأ هنا توبيكال الاول، يعني معلش نعمل تلخيص كده، بالاول بنبدأ سنجل وتوبيكال، ريتينويد او البنزايل بريكسايد، وبعد كده ايه توبيكال كومباينيشن اتنين مع بعض، انتيبيوتيك على القديم ده بنزود انتيبيوتيك يعني، وبعد كده بنخش بقى بالاورال انتيبيوتيك قلناهم والقصة بتاعتهم والسايد افكت بتاع ده إيه. تمام اوكي، بس المرض في الومن ممكن تستخدم الكونتراسبتيف او الدايناميك. طيب 25 years old present with a widespread rash over his body. The torso and the limbs are covered with multiple erysematous lesions less than 1 centimeter in diameter, which in parts are covered by a fine scales. You note that 2 weeks earlier he was seen with a sore throat. When it was noted that he has exudative tonsillitis. Other than a history of asthma, he is normally fit and well. What is the most likely diagnosis? Rash, sore erysematous lesion, متغطي scales, who can have a history of sore throat. بتريزز روزية روشية دي ممكن عشان 2 weeks. لا كانت روزية ولا كانوا هما الاثنين اللي هما اللي بنقارن البتريزز روزية مع ايه بقى، مع حاجة تانية اللي هي ال جوتيتس رايس، الجوتيتس رايس صح؟ جوتيتس رايس ده بوست الستريبتوكوك انفكشن، ستريبتوكوك الجوتيت هي الغريبة مع انها سورايسز الا انها معها ستريبتوكوكال يعني. بس في واحدة كانت صغيرة وواحدة كانت كبيرة، هو هنا ذكر الواحد سنتيمتر ديامتر، واحد سنتيمتر دي الهيرلي كراش يعني اكتر. لا ثواني هات السيناريو تاني، والمفروض الاثنين معاهم بس اكسيديتيف تونسيلايتس ده ستريب وخلاص، وهنا 2 ويكس. لا التانية كان من اللي من كم من اسبوعين، من 2 ل 4 ويكس تقريبا اللي هي الروزيا صح؟ انا بقول الجاتيت، الجاتيت دي اللي هي التير دروب ليجن ماشي، انما الثاني اللي هو الهيرلت باتش وبعد كده فولود باي فيرست تري ابييرنس، فهو على ما اعتقد هو بيدينا اللي هو اقل من سنتيمتر اللي هي اللي هي التير دروب ده صح؟ اه صح التير دروب عشان ما قالش الكلاسيك الهيرليد وبعد كده وبعدين اللي هو بيعمل اكسودوتيف تونسيلايتس متهيألي هي الستريبتوكوكاي. بالظبط، وهو هناك كان قال معاها اسوشيشن ابر اير واي بس ما حاجات عن سبيسيفيك يعني، ف انا همشي مع الجاتيت. برافو، هي الحجم اللي بيتهيألي اللي حسم الموضوع، الحجم القصه دي السايز بتاعها هاي صغير. تانية مش عارف جايبها ولا لا، وفيها فاين سكيل وكده، التانية مش عارف جايبها ولا لا. وطبعا ده كانت بتبقى سمول، ودي كان بيبقى فيها اللي هي الباتش ما جابش سيرتها، والديستريبيوشن بتاعها كان وقال كمان مش تبقى كومن في الكويستشن ان هو يقول ان في انفكشن او كده في اللي هي الروزيه الكومن اللي هي بالظبط البوتيت دي. بس هنا بقى ايه كان كاتب حتة ان الحجم بتاعها هنا هنا فين الروزية دي سببها ايه؟ هو قال ان هي يعني ممكن تكون بعد upper respiratory tract infection
تبقى اوتوميون برضه. المفرق المفرق منهم في الحجم، متهيئ لان عدى علينا الكلام ده صح؟ لا ما قالش الحجم، هو قال الديستريبيوشن بس، ان هو واحدة تير لايك دروب و بس وخلاص، وبافلو ريستريبت فوكال انفكشن. انما التاني كلاسيكال هير باتشز، حتى انت امبارح جبت صورة فيها الاتنين، واخدة الهير باتشز الكبيرة خالص وبعد كده في الفير تري ابيرنس، كنا جبناها امبارح. تمام. فهو حتى جايب لك الهير باتشز موجودة، يعني هي موجودة وبعد كده معاها الفير تري ابيرنس ده. بس ما كتبش سايز يعني ولا اي حاجة، ده انا فاكره ايه. انا يمكن بس موضوع التير دروب ده هي اللي اوحت لي ان هي دي اصغر من دي. هي اعتقد هو اكسيدويتيف تنسلايتس هو اللي بيعملها الستريبت كوكاي يعني سبيسيفيك ليها، فهي دي ده كله بتاع السؤال صح؟ قصدك كده دكتورة صح؟ طيب نقرأ يا احمد، نراجع الكوتيت سورايسس كده على السريع. The vertebral psoriasis is more common in children and adolescents. هو كان ذاكر كام سنة هنا؟ الحالة كانت 25 سنة. ماشي. It may be precipitated by a streptococcal infection من 2 لـ 4 weeks superior to the lesion appearing. ماشي. Features tear drop papules on the trunk and limbs. ماشي. فيها فاين سكيلي برضو. المانجمنت موست كيسز ريزولف سبونتينوسلي ويزن 2 تو 3 مانثس. ذير از نو فيرم ايفيدنس تو سبورت ذا يوز اوف انتيبيوتيك تو اريديكيت الستريبتوكوكال انفكشن. ممكن تستخدم تكال ايجنت از بير سورايسيس. الالترا فايولت بي فوتوثيرابي كان بي يوزد. Tonsillectomy may be necessary with recurrent episodes. Differentiation or differentiating gigantate psoriasis from vitriasis rosea. الجاتيت البرودروم بتاعتها classically preceded by streptococcal sore throat من 2 لـ 4 weeks. البتريزيس روزيا any patient report recent respiratory tract infection. But this not common in question. Recent يعني خلال مثلا أيام ولا إيه؟ Recent يعني قد إيه بس يعني هي لا متهيألي بتفرق أقل أقل يعني من 2 weeks يعني مثلا يمكن قصده كده. ممكن حاجة زي مثلا الـ IgA نفروباس تيجي على طول at the same time. طيب appearance الجاتيت بتبقى تير دروب زي ما قلنا وسكيلي بابيولز اون ذا ترانك اند ليبس. الروزية بتبقى هيرالد باتش فولود باي 1 تو 2 ويكس ليتر باي مالتيبل ريسيرس سلايتلي ريزد اوف ا ليجن ويز ا فاين سكيل كونفايند تو ذا اوتر اسبيكت اوف ذا ليجن. مي فولو ا كاركترستيك ديستريبيوشن ويز ذا لونجيتودينال دايامتر of oval lesion running parallel to the line of Langer. زي ما انت قلت دكتور حسن شفت ال Christmas Bay. This may produce a fired or fir tree appearance. التريتمنت بتاع الجتيت most cases resolve spontaneously in 2 to 3 months. Topical agent is bare psoriasis can be used. Ultraviolet B light can be used. Photoscopy can be used. ده هيعمل acceleration. روزية. ال curative acceleration يعني.
الرزية ديت سيلف ليميتنج ريزولف افتر اراوند 6 ويكس. طيب نختم بالسؤال ده. 70 طيب ماشي. 78 years old nursing home resident is reviewed due to the development of an intensely itchy rash. Itchy rash. On examination, في red linear lesion unseen on the wrist and elbow. And the reviews are present on the penis. What is the most appropriate management? في itchy rash وفي linear lesion موجودة على الريست وفي ألسر على البينيس. ده يجيب المانجمنت. هو بيتهيألي إن إحنا نعمل له ريفيرر يعني أفضل ولا نديله هو إيه الدايجنوز بس الأول؟ دايجنوز إيه؟ الو ايوه معايا سكيبس يا جماعه سكيبس دي صح سكيب بس هي الغريبه التوبيكال بيرمترين طب هي واخده ماشي الريست والقلب ماشي متفسره انما البابيولار فينس دي بتبقى معاها مش فاكره ان هي بتانفولف كده يعني نديله بيرمترين يعني يا اشرف ولا هي كلمه ال اتش دي مش هتلاقيها الا مع السكيب مش ولينير تمام بس انا قصدي على الجينيتاليا هي بت انفولف بت انفولف مع اي فليكشرال ارياز بقى طب ندي ماشي خلاص بكر برمثرين يعني اسمي والله 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 اول حاجه لمعت في دماغي بس هو طبعا غلط يعني مع السكيبس كلمه انتنس اتش مع السكيبس لايك البلانس بيكون في الفليكسرال اريا في الفليكسور 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 معلش مش في الفليكسور لا في الفليكسور فليكسورز بتاع الريست خاصه فاهمني مش في الفليكسور لكن بلانس may give a similar picture but the intense itching is more characteristic than the scabies. It is also less common for lichen planus to present in the elderly. It typically affects the patient age من 30 ل 60 years. هو لايكن بلانس كان بيجي مع فيروس سي ولا ما عنديش حاجه. بيبقى عند الريست كده وبيبقى ريسك فاكتور فيروس سي بلانوس من الحاجات اللي هي الاكسترا يعني بيبقى في لايكن بلانوس في سسبكشن بيعملوا تحليل الفيروس سي عشان اكسكلود يعني لازم اكسكلود فيروس سي لو في لايكن بلانوس تمام نتكلم على السكيبز سكيبز از كوزد باي ذا مايت ساركوبتس سكيبي and is spread by prolonged contact typically affecting the children and the young adults. The scabies might burrow into the skin, laying its eggs in the striatum corneum. Intense pruritus associated with scabies is due to delayed type 4 hypersensitivity reaction to the mites and its eggs. Which occur about 30 days after the initial reinfection. Which are that widespread pruritus, linear burrow on the side of the finger, our interdigital whips, and the flexor aspect of the wrist. In infant, the face and scalp may also be affected. Secondary features are seen due to scaling. Excoriation, infection. Management, permethrin, تركيز 5% is the first line. بتهيألي التركيز مهم الحاجات دي. الملاثيون
تركيز 9% is the second line. Give appropriate guidance on use. Bronchitis persists for up to 4 to 6 weeks post eradication. Patient guidance on treatment from the clinical nurses. Avoid close physical contact with others until treatment is complete. All household and close physical contact should be treated at the same time, even asymptomatic. Launder, iron, tumble, dry, clothing, pink, towel, etc. on the first day of treatment to kill off mites. BNF advised to apply the insecticide to all areas, including the face, scalp, contrary to the manufacturer recommendation. Contrary to the manufacturer recommendation, the patient should be given the following instructions. Apply the insecticide cream or liquid to cold or dry skin. Pay close attention to areas between the fingers, toes, or under nails, or armpit areas, or crease of the skin, such as at the wrist and elbow. Allow to dry and leave on the skin for 8 to 12 hours for permethrin or for 24 hours for thalassine before washing off. Reapply if insecticide is removed during the treatment period. If wash hands, exchange nappy, etc. Repeat treatment 7 days later. بعد بعد أسبوع. Crusted Norwegian scabies. Crusted scabies is seen in patients with suppressed immunity, especially HIV. مش لازم نختم بالسؤال ده خالص. دكتور حسن ممكن ناخد 10 اسئله زياده ماشي، وناخد بكل السيشن الجاي 10 اسئله زياده، نخلص الدرم على 4 ايام بدل 5. ماشي مفيش مشكله. تمام صح صح مفيش مشكله. ماشي نمشي شويه كده كده 11 لسه يعني قدامنا وقت. طيب طيب كمل يا احمد. حد بقى يقرا؟ معلش حد يقرا؟ طيب ماشي ماشي الله يديك الصحه شكرا. طيب ايه رايكم نخرج وندخل تاني لانه هيفصل؟ تمام ماشي.